أبدأ أسرتي على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. أمام منتخب إيران صاحب الست مشاركات على مستوى بطولة كأس العالم، واللي يبحث عن التأهل لأول مرة في تاريخه طبعاً دور فروض المغلوب. تعادل كان لويلز عن المنتخب الأمريكية، في حين خسارة قاسية جداً لمنتخب إيران أمام المنتخب الإنجليزي في طبعاً مباراة كانت انتهت في أساسي من المنتخبين في هذه المباراة. المنتخب الويلزي اللي بيلعب في حراسة المرمى، الحارس طبعا الأساسي النهارده الحارس وين هانسي. طبعا دي تشكيلة إيران ظهرت على الشاشة منذ لحظات أمامنا. في تشكيلة وين هانسي، ثلاثة في الدفاع، ميثم رقم خمسة، رودون ستة، وبن ديفيز أربعة، في وسط الملعب أربع لاعبين، كونر روبرتس 14، إمبادو رقم 15، هالي ويلسون 8، ونيكو ويليامز رقم 3. في ثلاثة في أمام طبعا الخط الأمامي، أرن رمزي 10، وجاريس بيل أمامنا في الصورة رقم 11، وكيثر مور طبعا رقم 13. تشكيلة يعني مميزة، تعديل وحيد النهاردة خروج دانيال جيمز ودخول اللاعب كيثر مور اللي كان شارك كبديل وأثر كتير على نتيجة المباراة اللي كانت أمام المتحدة الأمريكية. طبعا تحكيم بكيادة الحكم ماريو ألبرتو إسكوبار حكم هذه المباراة، وهو من نيكاراغوا، عون كل من كالب ويلز من ترينيداد، خوان كارلوس مورا الكوستاريكي، ماجيت ديدياي الحكم السنغالي في مباراة اليوم هو الحكم الرابع، وحكام البار درو فيشر من كندا، يعاون كل من فرناندو عن 58، وخرجوا بهدف فيليه أمام جماهير طبعا الستوكهولم في السويد. أول كرة أول محاولة في البداية هنا من جانب اللاعب نيكو ويليامز لاعب نوتنغهام فورست، لاعب اللي كان في ليفربول واللي يعني استمر الحقيقة يعني في الإعارات، راح إلى فولام وأصبح مع كونر روبرتس. يعكس كرة حلوة ولد على الكرة من جانب اللاعب كيفر مور. كيفر مور كرة هدف، كرة هدف هنا من كيفر مور المهاجم اللي بيلعب في صفوف فريق نادي بورنموث، واللي سجل في الدوري الإنجليزي أربع أهداف، في أستون فيلا هدف، وهدفين في السبيرز، وهدف في إيفرتون. لكن شوف كولر عاملها حلوة قوي، وبص الراجل قطع هنا ب 109 مباراة بقى عنده 110 مباراة. لكن التغطية الدفاعية المنتخب الايراني على دفاعيا، كان عنده ثغره دفاعيه في اللقاء الاول، وبالتحديد من ناحيه ميلاد محمدي اللي امامنا هنا، هو بيحاول يغطي اصابه الحارس. هذه انطلاقه يا ولد، هي هدف، هي هدف، هي هدف، هي هدف. اوه على الكوره اللي فاتت، على الكوره يا راجل، انت تسجل يا ازمون، سردار ازمون. وامامنا هنا التفاني علي الاجوبي زاده، علي جولي زاده امامنا، هو بيسجل يا ولد، يا ولد على الهدف. خطفوه، خطفوه من المنتخب الايراني في هذه الكره، في هذه اللقطه قطعت الكره من المنتخب الويلزي، وعلى موعد اذا كان راس حربه تحرك رائع جالس بيل، وطاقم التحكيم المساعد اللي امامنا هنا من كوستاريكا الموجود النهارده ترينداد والاس. هتشوف امامنا هنا المنتخب الويلزي مميزين، لكن يا ولد حسين اللي بيحاول من خلاله انه يصل الى انتصار، وفاول، فاول لصالح اللاعب رامين رادايان امامنا هو اللاعب اللي انطلق، لاعب سيباهان العبد ومحو الصوره في مباراه انجلترا. ومنتخب ويلز يقدر يبني على التعادل اللي كان امام المتحده الامريكيه اللي كان افضل في الشوط الاول، ولكن مع تعديلات. نيكو ويليامز يبدو عنده اصابه، الضغط العالي منتخب ايران النهارده بيعمل كل حاجه يعني مغايره لما حدث في اللقاء الاول امام المنتخب الانجليزي. النهارده بنشوف الاداء الموجود، بنشوف الصلابه الدفاعيه مرمى ويلز عن 58 في مباراه ربع النهائي، وتسديده راسيه لكن الى خارج، ضربه راسيه هنا من جانب سردار ازمه، 16 لاعب ارتكاز في المنتخب الانجليزي. مقطوعه طالق في الجانب، رضا ايان امامنا بيلعب في الجنب اليمين، لكن شوف بقى اعتماد على سردار ازمون، ثاني احسن لاعب خارج اسيا في استفتاء احسن لاعب في اسيا 2019 بعد الكوري الجنوبي سون وان مين، وبعد هسيبي طبعا لاعب توتنهام، وبعد هسيبي لاعب انتراخت فرانكفورت. هذه بالنسبه في كاس العالم. جارس بيل واحده من الكرات البعيده، ميثم وتدخل قوي مع امبادو، شوف هنا سقوط اللاعب، اللاعب امبادو، سقوط امبادو، لا حلو قوي ويليامز، ويليامز تكعبل في رجله لكن تجي له مره ثانيه وتحطها في الملعب لسه، لكن امامنا هنا المحاوله وكانت تطلع الى خارج. هجمه واعده لمنتخب ويلز، هجمه واعده لمنتخب ويلز،
والجمهور امامنا هو بيصفق طبعا الجمهور الموجود واعطى الفرصه لمور وكره عاليه على طول لكن انت لا تقدم اي من الفريقين كره عرضيه كتير علي جوريزاده يلعبها حلوه حلوه وقائم تاني حلوه المباراه كورتين منتخب ايران كانه بيجرب القائم الشمال ورجع وجرب القائم اليمين كرة سردار ازمون اللي انطلق فيها وقت المباراة بضيان امامنا وكعب الجميل ولكن في المباراة الاولى مكان اللاعب ويليامز دخل مكان ويليامز برايان جونسون لكن داني دانيال جون جيمس كان اساسية في المباراة ادي امامنا هنا بقول لحضراتكم سردار ازمون مش جاهز قوي لعب في الدوري الالماني مع بايرن الماضي تعود المنتخب الويلزي اللي بيحاول انطلاقه ولكن هناك تدخل فاول على ميلاد محمد تبديلين هيتموا في هذه اللحظات نستعبوا اسبانيا والنهارده متالق ركنيه اتلعبت قصيره وعرضيه من اللاعب المميز احسان شجاعي في النقطه الفاضله كوره سعيد عنزه الله ومعها ركله ركنيه رابعه في المباراه لصالح المنتخب مهدي طارمي يحاول يسدد اللعبه على المساحه لتدخل اول حاله طرد هتكون بعد قليل اول حاله طرد مهدي طارمي وين هنسي فين هنسي الحكم امامنا انذار ليس هناك طرد ليس الطرد الاول هيكون في هذه البطوله ممكن تعالى بقى خذ احمر وبطاقه حمراء هنا لوين هنسي لكن طلع يعني بالدفاع ودي تضحيه لانه منع هدف ترجع مره ثانيه كوره خطيره للمنتخب الايراني هنا في هذه اللقطه يستحق الفوز ويستحق الانتصار لان روزبا جيشبي امامنا اللي وضع هذه الكره تاريخيه في الوقت القاتل امامنا هنا في لقطه المباراه والفوز المستحق عن طريق الثاني قد يكون الثاني رضا على المنتخب الايراني في هذه اللحظات عدل وانصاف لمنتخب ايران ليس هدف واحد ولكن ايه الهارت بريك لمنتخب ويلز خلاص يعني الضربه ايه ضربه اولى عن طريق اللعب